السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله. السلام عمي المختار، صباح الخير. عمي المختار، مع العلم عاودت الموتور تاعي كومبلي، هي في الاول كان يسخن لي الكومبريسي لي يرجع لي الماء للقرعة، من الرادياتور يعاود يرجعوا لي القرعة. افتحنا الموتور، صبنا لي بيستون رايحين، الشميزات رايحين، المهم غيرت كلش يا عمي المختار، غيرت كلش. ودوكا بروبليم صار لي او في الطريق ينغم لي، ما عاد الديسكو بلاطو برك اللي ما بدلتوش، الديسكو بلاطو ما بدلتوش، التوربينه تاع التيربو بدلتها، المهم صوالح النيسيسير قاع بدلتهم. وقلت لك كيما قلت لك عامل مختار، راه ينغم لي والله ما عرفت منين ذاك ينغم لي، يطلق دخانك حل ومنين ذاك يتسرح، ما فهمتش. ذاك النهار تبعت على حسب المعطيات تاعك تاع الديسكو بلاطو، ظهر لي الديسكو بلاطو حتى كي نقلع رجلي على الاخر باه يخرج الفورغون، ودرتو في العقبه ودرت 5 ايام ما يطفاش عامل مختار، يبقى يدور في بلاصتو. دوكا فيدنا يا عامل مختار، وراه ياكل لي المازوت، راه ياكل لي المازوت. دوكا ما فهمتش عامل مختار، ما بغيتش غير نخلط وخلاص. هو عندي قلت لك هونداي اش ان، الله يحفظك يا عامل مختار، ماذا بك تفيدنا؟ دكتور واحد شوف واحد هكا، شوف هكا ياها. عمي المختار ها راك تشوف، هاني وريت لك منا. عمر يا اخي خرج دخان منك حل، خرج هنا تحت ورش خرج منا خلاص تحت البوشونة. لا عمي المختار، هاني درت لك فيديو واضح، يرحم بابك فيدنا، فيدنا يا عمي المختار. شوف عامل مختار الدخان كيف يكسيري، شوف كيف يكسيري شوية يونس، زيد زيد شوف هو عنده المشكل ان هو خدم الموتور هذايا، وبعد ما خدم الموتور هذايا وعمل له عمره او ريفيزيون او سيجمونات ما عرفش بالضبط يعني شنو اللي يغير بالضبط، هو ولا عنده فشله ولا عنده دخان ولا عنده مشاكل. طبعا هو بعث لي فيديو يعني ما فيش توضيحات كامله، يعني يا دوب هاو شوف الدخان ولا شوف كذاك، وما فيش حاجه اللي هي يعني تكون واضحة 100% ولا
وراني كيفاش يخدمك كيفاش شنو اللي عمل بالتفصيل الممل شنو اللي عمل بالضبط شنو كذا. عموما انا استنتاجي كون نشك عنده الفليجير محلول واللي يفشل السياره ويخليها تدخن الجير اللي هو هذا يكون فيه مشكله يكون محلول. طبعا يعني يلزم على الاقل تو مبدئيا يسكروا باش يشوف، لان انا المره الاخرى قلت له نحي ديريت هذا، مره نحن قلت له نحي ديريت هذا، لكن هو ما نحى ديريته قال لي ما عمل حتى شيء، معناتها الجير محلول. تو يجي اما من هنا يسكروا، يجي في المكان هذا يسكروا بحاجه، وقال يسكروا من هنا نحي عملوا بلاكه من هنا سكروا، يعني لابد يسكروا بحاجه معينه ببلاكه او ب يعني طرف طوله او حاجه يعملها، يعني سهله مش عمليه، حتى طوله متاع حقه طماطم او حقه سردينه او حاجه يقصها ويحطها هنا في المكان هذا اللي هو وين فيه السهم ويسكر عليها ويجرب. هذه حاجه. ثاني حاجه نجم يكون عنده الالكتروفان تاع التليفون مش قاعد يخدم صحيح، لان هذا المشكل اللي عنده توا هو مشكل نتاع قوه ضعيفه. القوه الضعيفه هذه مربوطه بثلاث حاجات، مربوطه بالبومبجكسيون ومربوطه بالليجير ومربوطه بالتربو، ولهذا الحاجات هذوما الثلاثه لازم يثبت فيهم. البومبجكسيون هي اخر حاجه، لان العمليه وعنده احيانا حتى الجلاس سباب يعملها، ولهذا تو مبدئيا يبدا بالليجير يسكره جمله، وبعدين يشوف الالكتروفان نتاع التربو اللي يركبه في التربو هذيك، مره ركب التيب نتاعها مره نحيه، ويتبع الامور هذه، خاطر عنده مشكله نتاع خروج الهواء برا من المحرك مغموم، محرك مغموم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هذه موتور ميتسوبيشي، حبيت نوريكم باش ممكن اللي فما اللي ما يعرفش موتور ميتسوبيشي والهونداي يعني كيف هما موتور واحد. هذا موتور ميتسوبيشي ماهوش تربو عاد، يركب على هونداي ويركب على ميتسوبيشي. هذا الامامي وقدام، الامامي لافون هذا نتاعو، لافون نتاعو من جنب هنا عندنا البومب انجكسيون، عندنا اذا كان هي كليماتيزير كليماتيزي، عندنا ليزانجكتور هذا ما ليزانجكتور نتاعها، عندنا بوجيات موقفين، بوجيات نتاعها كلها سهلين يعني هنا بومبجكسيون والبوجيات سهلين، عندنا كاش سوباب، هذا كاش سوباب. عندنا من تالي من الخلف عندنا فولون موتور وعندنا امبرياج وعندنا بلاتو. عندنا من جنب هذايا عندنا الكولكتيرات الاثنين الشابمون والادميسيون دو كولكتير، عندنا فيتر الزيت واللي مانو نتاعو، وعندنا الانترناتير معاه البومبا فيز هذوما الموديل هذوما، وعندنا البومبا سي سي ومعها البوتاي نتاعها مع الدبوزه نتاعها. هذا هي موتور ميتسوبيشي اللي هو العادي ماهوش تيربو، يعني فكرة حتى اللي ما يعرفوش على الأقل ياخذ فكرة. إن شاء الله تنفعكم العملية، إن شاء الله تنفعكم العملية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.